السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سولا قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة في طابق مميز بجوار فندق دور الدفاع الجوي وعلى بعد خطوات من البحر والخدمات العامة، تصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. شوفنا بعض عندي هنا، دي واجهة العمارة. قصادنا هنا موجود عندي ده المدخل، بوابة عندنا ومدخل ممتاز وأسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. شقتنا اللي فيها العرض، وعندي هنا شقة الجارة التانية. الدور عندي على شقتين، وعدد الكهرباء الخاص بالوحدة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. قصادنا هنا موجود عندي مطبخ امريكاني، والمطبخ عندنا هنا من الداخل. وعندي هنا ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع ومتشطب كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. خلاط المطبخ عندنا هنا من الأمام. ندخل نوصل بعض عندي على غرف النوم والحمام. على يمنا موجود عندي أول غرفة نوم، جنب منها وشاطر موجود عندي الغرفة التانية. وجنبها مباشرة موجود عندنا هنا الحمام. بنطلع نبص بعض عندي على البلكونة ونشوف رؤية الشارع. بنطلع نبص مع بعض عندي للبلكونة ونشوف رؤية الشارع. ما شاء الله عندنا هنا تراس رائع وكبير وممتاز جدا. اطلالة عندي هنا على الشارع عرض 12 متر، وعلى نهاية الشارع ده موجود عندنا البحر. شقتنا تبعد عن البحر ب5 دقايق ماشي تقريبا، وقصادنا هنا فندق دور الدفاع الجوي والخدمات العامة والسوق التجاري داخل القرية. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق الثاني عروي، تاني طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجود عندي أسانسير وحارس خاص للعقار، وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان والتعمير، وكاملة العدادات كهرباء ومياه. زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 100 متر، السعر 620,000 جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 12,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.